ذكرنا في اللقاء الماضي ما جرى لبني إسرائيل مع أنبياء الله تبارك وتعالى بعد وفاة يوشع بن نون، من قصة حزقيال واليسع، ثم ختمنا الكلام عن ما جرى لهم في قتال الجبابرة بقيادة نبي الله صموئيل أو شموئيل، وتوقفنا عندما قتل داود عليه السلام جالوت في تلك المعركة، وكان النصر بإذن الله عز وجل حليف بني إسرائيل. بعد هذا الأمر كما قلنا ظهر اسم داود عليه الصلاة والسلام، وأحبه بنو إسرائيل حبا عظيما، وأصبح عنده مكانة عند طالوت الملك الذي اصطفاه الله عز وجل وزاده بسطة في العلم والجسم. فقصة داود عليه الصلاة والسلام هي التي ستكون موضوعنا في هذا اللقاء، وذلك بعد أن مر الزمان بعد هذه المعركة، وكما قلنا في كل يوم يزداد بنو إسرائيل محبة لداود عليه الصلاة والسلام، إلى أن توفى الله عز وجل نبيه صموئيل الذي كان في تلك الفترة، ثم أيضا توفى الله عز وجل هذا العبد الصالح وهو طالوت هذا الملك. وبعد ذلك من الله سبحانه وتعالى على داود عليه الصلاة والسلام بالنبوة والملك، وهذا كما قال العلماء أول مرة يجتمع فيها الأمران في شخص واحد من بني إسرائيل. جرت العادة من زمن يعقوب عليه الصلاة والسلام إلى قبل زمن داود يعني مئات السنين، وأنبياء كثر وملوك كثر، جرت العادة وتقدير الله عز وجل أن يكون الملك في سبط من أسباط بني إسرائيل، وقلنا السبط كالقبيلة عند العرب. جرى تقدير الله عز وجل وعادته سبحانه وتعالى في أو أمره في بني إسرائيل أن يكون الملك في سبط من أسباط بني إسرائيل، وأن تكون النبوة في سبط آخر من بني إسرائيل، فلم تجتمع قبل ذلك الملك والنبوة في سبط واحد أو في شخص واحد من بني إسرائيل إلا عند داود، آتاه الله الملك والحكمة. الحكمة هي النبوة كما فسرها أهل العلم، فجمع له بين هذين الأمرين العظيمين أنه ملك وفي نفس الوقت نبي عليه الصلاة والسلام. كان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده، يعني يعمل ويصنع الدروع وما شبه ذلك ثم يبيعها، ومن هذا الكسب كان يعيش عليه الصلاة والسلام. ذكره الله عز وجل في آيات أو في مواضع من كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود منا فضلا، الملك والنبوة، ومن هذا الفضل يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. سبحان الله، كان داود عليه الصلاة والسلام صوته جميلا في قراءته للزبور، أن الزبور هو الكتاب الذي أنزله الله على داود، وآتينا داود زبورا، فكان إذا قرأ الزبور من جمال صوته في هذه القراءة تسبح معه الجبال، وهذا التسبيح كما ذكر عامة أهل العلم تسبيح حقيقي، تسبيح حقيقي، وكل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، حتى هذا العمود كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولذلك من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبح الحصى بين يديه، وسبح الطعام بين يديه، أي سمع تسبيحه
صلوات الله وسلامه عليه، فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه لحلاوة صوته وجمال صوته في تلاوة الزبور كانت الجبال تسبح معه، بل كان الطير في الهواء إذا مر على داود وهو يقرأ من جمال صوته وقف الطير في الهواء وأخذ يسبح مع داود صلوات الله وسلامه عليه. فسبحان الذي رزقه هذا الصوت الجميل. ولا شك أيها الإخوة، وهذه من الفوائد من هذه القصص، لا شك أن جمال الصوت نعمة عظيمة من الله، وينبغي للإنسان الذي من الله عليه بهذه النعمة أن يسخرها في شكر المنعم، وذلك في الدعوة إلى دينه سبحانه وتعالى، فأن يستخدم هذا الصوت الجميل في تلاوة القرآن الكريم مثلا، وهو أعظم شيء يتلى، وأعظم شيء يسمع، وأعظم شيء يحفظ. فمن النعم أن يمن الله على هذا العبد صاحب الصوت الجميل وأن يهديه أن يسخر صوته في تلاوة كتابه. كم من الناس قد تأثروا وانقلبت حالهم رأسا على عقب، وانتقلوا من غياهيب الضلال والظلام والغواية إلى نور الهداية والإسلام بسبب صوت جميل يترنم بكتاب الله عز وجل. كثير في القديم والحديث، ومن أشهر ما وقع له هذا الأمر الفضيل بن عياض عابد الحرمين، يلقب بعابد الحرمين، وهو إمام كبير مشهور. هذا الرجل كان يوم من الأيام قاطع طريق، تصور الفضيل بن عياض، لو قرأت سيرته، هذا العالم العابد الزاهد عبادة عظيمة، كان يوما من الأيام قاطع طريق، وكان سبب هدايته أنه يوم من الأيام في الليل على سورة أحد البيوت، قيل لأنه أراد أن يسرق، وقيل أراد أن يعني يذهب لجارية، فسمع رجلا وهو يصلي في الليل وهو يقرأ قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. توقف، طبعا هذا يقرأ، ما قصد الفضيل بن عياض وما يدري عنه أصلا، لكن هكذا في الليل الصوت يسري، فسمعه يقرأ هذا فتوقف، وكأن هذه الآيات قد اخترقت إلى قلبه واستقرت في سويداء قلبه، فتوقف وقال: بل آن يا ربي، بل آن. وتاب إلى الله عز وجل وأقبل على العبادة والطاعة حتى لقب بعابد الحرمين. آية. وهذا كثير جدا كما قلت لكم في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوم الأشعريين أو الأشعريون، قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء إذا كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا منزلا ليرتاحوا، ليرتاح الجيش أو القافلة، فإن كل قوم وكل قبيلة تنزل لوحدها، فكان الأشعريون رضي الله عنهم قوم أبي موسى تعرف خيامهم ومنازلهم بحسن أصواتهم بالقرآن الكريم، ولذلك أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو ليلة يتفقد أصحابه، فسمع أبا موسى وهو يصلي صلاة الليل ويقرأ القرآن، فجلس صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزل عليه القرآن، لكنه انجذب لهذه القراءة، فقال له في الصباح، قال له: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إلى قراءتك.
فقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: لو كنت أعلم أنك تستمع لي قراءتي لحبرته لك تحبيرا، يعني لبالغت في تحسينه وقراءته حتى تستمتع بهذه القراءة. فالمقصود أن هذا مثال فقط، وإلا عليه فقس. كل نعمة من الله عليك بها، إذا أتاك الله نعمة قوة، إذا أتاك الله نعمة حسن بيان، إذا أتى الله نعمة يعني نعمة قوة حافظة، إذا أتاك الله نعمة سخر لك مال، سخر لك وجاهة، سخر لك صوت جميل، سخر لك طاقة، فعليك أن تسخر هذه النعم في طاعة الله عز وجل، إذ أن هذا هو شكرها، أن تشكر هذه النعمة بأن تسخرها في طاعة المنعم وفي شكر المنعم سبحانه وتعالى. فكان داود عليه الصلاة والسلام أوتي هذا الصوت الجميل، أوتي هذا الصوت الجميل الذي تضرب به المثال، تضرب به الأمثال، حتى قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى، قال: قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. صوت جميل، والقراءة، قراءة القرآن، قراءة القرآن إضافة إلى الصوت الجميل، لابد أن يكون الإنسان عاملا بهذه الآيات العظيمة. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذكر حسن الصوت وجودة القراءة، قال: من إذا سمعتموه قلتم يخشى الله. تسمع بعض القراء الكبار كصوت، كخامة صوت مو حلوة، يعني إذا أردنا أن نقيم صوته بعيدا عن أي اعتبار آخر كصوت، هناك من الناس من هو أصغر سنا، ومن عوام الناس من يكون لو قرأ القرآن كصوت أجمل، ولكن ما تخشع، يمكن تسمع آية آيتين وتسكر، ما سبحان الله ما تشعر بشيء من بينما القراء الكبار قد يكون صوته عادي جدا، لكن سبحان الله ربما تستمع له لساعات طويلة. السر: من إذا سمعتموه قلتم يخشى الله. فهذا أمر مطلوب، أن يحسن الإنسان قراءته، وأن يجود الإنسان تلاوته، هذا أمر واجب. ورتل القرآن ترتيلا، أي جوده تجويده، حسنه تحسينه. إذا كان الإنسان يجهل لابد أن يتعلم حتى يستقيم لسانه بتلاوة كتاب ربه دون تكلف. ودع عنك هذه المقامات، ما المقامات ترك عنك، ما هو شرط الإنسان يتعلم المقام حتى يكون صوته جميل. كل واحد فينا ترى يقرأ بمقام، كل واحد فينا هكذا دون أن يتعلم مقامات. أنت لو قرأت بقراءتك العادية على شخص يعرف المقامات سيقول لك أنت تقرأ بالمقام الفلاني، فما في حاجة أنت تعلم مقامات. شو تعلم مقامات؟ أنت أهم شيء تقرأ القرآن وتحاول أن تحسن صوتك بقراءته، وأن تعرف تفسير القرآن. الأجمل من تعليم المقامات أن تعرف الوقف والابتداء، متى تقف بالآية ومتى تستمر، هنا الفقه. لذلك أنت تسمع لقراءة القراء الكبار، لماذا تستمتع بقراءتهم؟ كأنه يفسر لك القرآن تفسيرا بقراءته، لأنه فقيه، ما يتبع اللحن فقط كما يفعل الآن بعض الناس، المهم عند اللحن ويمشي مع اللحن، لكن المعنى في واد واللحن في واد آخر، هذا من الجهل لا شك. فالأكمل أن يزين هذا الصوت الجميل بفقه، حتى يعرف متى يقف بهذه الآيات الوقوف ومتى يستمر. المهم أن داود عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم أحبتي قد آتاه الله صوتا جميلا، وكانت تسبح معه الجبال والطير لسماع قراءته. كذلك من نعم الله تبارك وتعالى على داود أن الله سبحانه وتعالى سخر له صناعة الدروع، وكانت قبل ذلك غير معروفة في زمانهم، فهو الذي اتخذ صناعة الدروع
ومن توفيق الله وإعانة الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم أن الله عز وجل ألان له الحديد. الحديد هذه المادة الصلبة التي يضرب بها المثل في صلابتها، إذا أراد الإنسان أن يضرب مثلا بشيء في شدته وقوته شي يقول والله فلان مثل الحديد، يعني صعب أن يلان وأن يطعج وأن يطوى. فداود عليه الصلاة والسلام سخر الله له الحديد، أذابه، فإذا مسك قطعة من الحديد يشكلها كما يشاء، كما أنت تشكل الطين مثلا بسهولة ويسر، هكذا ربنا سبحانه وتعالى سخر لداود الحديد، كما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى، قال وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، فكان يصنع الدروع، كما بين سبحانه وتعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فكان يصنع هذه الدروع من الحديد، وكان في كل يوم يبيع هذه الدروع التي يقوم بصناعتها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا فيه فائدة أيها الأحباب، لا بد أن يعمل الإنسان، لا بد أن يعمل، خصوصا الشباب، لأن مشكلة بعض الشباب، ولا أقول الكل، مشكلة البعض يبي يتخرج من الجامعة يبي يصير وكيل وزارة على طول، يبي يصير مدير إدارة على طول، لا مو صحيح، لابد أن تعمل وأن تكدح. وماذا كان آباؤنا وأجدادنا؟ اللي يشتغل في البنا، واللي يشتغل في البحر، واللي يشتغل في البر، واللي يشتغل سائق. نعم، كثير من الناس كما نقول الآن بالعامية أكبرها واسمنها، وسل أباك وسل جدك. الآن يعدون من علية القوم، كانوا يشتغلون يوم من الأيام سواق سايق لشيخ أو لرجل وجيه، ليس عيبا، هذه مهنة مثل ما في غيرها مهنة، فكانوا يعملون. وقد مررنا بتجربة نسأل الله لا يعيدها، وهي الغزو. كلنا اشتغلنا، اللي في الكويت كلنا اشتغلنا، اللي اشتغل خباز، واللي اشتغل زبال، واللي اشتغل حمالي. عيب؟ مو عيب. كنت يوما مررت في احد المجمعات قبل يمكن شهر، فذهبت الى مطاعم السريعه هذه، يوم طلبت ولا الشخص يكلمني ولا كويتي شباب، فشعرت كأنه انحرج شوي. طبعا انا مخلي الموضوع عادي وياه، يعني كأنه ما في شيء، يعطي الفلوس وفلوس وكل شيء وحاسبه. كان يقول لي والله، كأنه يعتذر، يقول لي والله كأنه انقضي الفراغ. يقول لي، قلت له لا، ليش تستحي؟ قلت له التماثيل تجوز، كان سوينا التمثال بالصفات حطينا لك اياه، انت قدوه سانس. قلت انت قدوه، اللي يضحك عليك ويطنز هو انسان تافه، انت انسان قدوه. فلذلك حقيقه هذا الذي نريده، ان نبث هذه الروح في نفوس شبابنا وشاباتنا، ان يعمل وان يكدح وان يعلم ان العمل ليس عيبا بل شرف. ولئن تكون يد العليا تعطي غيرك خير لك من أن تكون يد السفلى تأخذ من غيرك. أنا أنصح كل شاب، حتى أبوك لا تأخذ من المصروف، ولا يبا أنا بشتغل بكد، شو المشكلة؟ ترى ما في مشكلة. أوقات ضائعة، أوقات ضائعة عند شبابنا، أوقات ميتة، يلا من فضلك سكن موجود، أكله زاهب، دومة مكوية وجاهزة، شبي. فلذلك قل لأبيك واجعله تحديا، يا من تسمع كلامي الآن اجعله تحديا، قل حق والدك يبا خلاص أنا بشتغل، دبر لأي شغل، شوف لي أحد ربعك عنده شركة، عنده مكتب، عنده، اشتغل معه، مو عيب ترى، اشتغل معه مراسل، أضبط أوراقه، أعدل شغله، حتى تبني نفسك وتكون بعد الله عز وجل معتمدا على نفسك وتشق طريقك. هكذا الرجال ولا يعتمدون على الآخرين. فانظر هؤلاء، هذا النموذج، نبي كريم
من أنبياء الله تبارك وتعالى كان يعمل هذا العمل، يصنع بيده هذه الدروع ويبيعها ويتكسب من ورائها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم إمام الحنفاء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يعمل؟ يبيع القماش، يبيع القماش، يشتري من بلدة الفلانية ويذهب ويتاجر به. زكريا كان نجارا عليهم السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم كان راعيا للغنم، ثم بعد ذلك عمل بالتجارة مع السائب ابن أبي السائب رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن ما تجد أن شخصا نبيا أو صالحا أو مؤثرا وترك هذه الحياة وله تأثير، له بصمة في واقع الناس، إلا وكان صاحب همة عالية وجد واجتهاد وطموح وعمل. هكذا إذا 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 لم تعمل وأنت في شبابك، متى ستعمل؟ متى ستعمل؟ فلذلك دع عنك الكسل وانطلق، وضع لنفسك أهدافا، وعود نفسك وألزم نفسك أن في كل يوم تتقدم خطوات، إن لم تكن خطوات فخطوة نحو تحقيق ما تريد. هكذا يعيش المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. أما أن يعيش الإنسان سبهللة اليوم مثل أمس، مثل باكر، مثل بعد 10 سنين، هذه مصيبة، هذه كارثة، هذه طامة، في خلل في حياتي. فلا بد أن نأخذ مثل هذه الدروس. انظر لنبي الله داود عليه السلام، لم يقل والله أنا نبي وملك، نبي وملك، يعني مؤيد تأييد سماوي وتأييد أرضي، إن أردتها من السماء فهو نبي من الأنبياء مؤيد بالوحي، وإن أردت بمقاييس الأرض فهو ملك من الملوك، يعني يقدر يكون عنده خدم وحشم وجنود وبنود ويبنوا له قصور، لكن لا، سلك أن يأكل بيده عليه الصلاة والسلام. فهذا كما قلنا درس عظيم. ولذلك جاء في صحيح الإمام البخاري قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، هذا أطيب شيء، لأن العمل في وزارة في كذا ما يخلو. ولذلك أوصي نفسي وإخواني من يعمل بالوزارات وكذا يكثر من الصدقات، ما تخلو من تقصير، لأن أنت أجير عند غيرك فما يخلو من تقصير يعني، وكلنا بشر. لكن كسب اليد خصوصا إذا اتقى الإنسان ربه فيه، مثل العامل، مثل البنا، مثل الحداد، مثل النجار وغيره، ميكانيكي غيره، من يعمل بكسب يده فهذا لا شك أنه أطيب الرزق، كما قال صلى الله عليه وسلم أنه أدى أخذ هذا المبلغ مقابل هذا العمل. قال الله تبارك وتعالى عنه: والطير محشور. قال سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ذا الأيد يعني ذا القوة، أتاه الله عز وجل قوة في طاعته وعبادته. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أفضل صيام صامه داود، أفضل صيام صيام داود، كان يفطر يوما ويصوم يوما، هذا أفضل صيام، أن يفطر يوم ويصوم يوم. هكذا كان داود عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان في قيامه كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. لأن الله عز وجل قال إيش؟ ذا الأيد يعني ذا القوة، الأيد يعني القوة، أتاه الله قوة في 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 الطاعة والعبادة. فكان يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام. وكذلك أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كيف كانت صلاته؟ قال: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني قسم الليل 6 أسداس، لأن في النهاية يعطيك المحصلة 1 صح، 6 أسداس في النهاية 1، 3 3 1، 4 4 1، ف6 أسداس يعطيك 1.
فكان يقوم كان ينام أول الليل ثلاث أسداس نصف الليل، وكان يقوم ثلثه سدسان وينام السدس الأخير. فهذا كان فعله عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان صيامه أحب إلى الله عز وجل وصلاته أحب إلى الله تبارك. طبعا لا يعني هذا أنه أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، لا، نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من داود وأفضل من جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وأعبد من داود عليه السلام، وأعبد كذلك من جميع وأكثر عبادة من جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فلو نظرنا إلى ورده عليه الصلاة والسلام كان يصلي في كل يوم 40 ركعة صلى الله عليه وآله وسلم، غير يعني 40 ركعة في اليوم والليلة كان يصليها صلى الله عليه وسلم، وكان قيام الليل في حقه واجبا، وكان يكثر من الصيام صلى الله عليه وسلم. إذن هو أعبد الناس لربه صلى الله عليه وسلم. ولكن داود أيضا كان عليه السلام على عبادة عظيمة، إذ أن الله سبحانه وتعالى أتاه قوة في طاعته وفي عبادته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يعني مما جرى له عليه الصلاة والسلام كما قلنا أن الله أتاه الملك والنبوة. ذكر الله عز وجل حديثة وبها نختم، وقعت لداود عليه الصلاة والسلام، وهذا اختبار من الله تبارك وتعالى هذا النبي الكريم. يقول الله عز وجل في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وهل أتاك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، يقص الله عليه من نبأ الأنبياء والمرسلين. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. كان داود عليه الصلاة والسلام يقسم أيامه، فكان يوم يجلس للناس يفصل بينهم، يستمع لقضاياهم ولخصوماتهم يبرز لهم، ويوم كان يتفقدهم. يعني اليوم الأول يجلس مجلس القضاء ويستقبل الخصومات ويقضي بينهم، ويوم يتفقد الناس، ينزل في المدينة ويتفقد الناس وأحوالهم ويشوف الرعية، ويوم يحتجب عن الناس ما يخرج، يتفرغ لطاعة الله وعبادته. وهكذا يسير، يوم يقضي، يوم يتفقد الرعية، يوم يعبد، وهكذا ثم دواليك. هذا كان برنامجه صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذا اليوم الذي هو يكون فيه محتجبا عن الناس متفرغا للعبادة يصدر أوامره لحجابه من في قصره وبيته ألا يسمح لأحد بالدخول عليه، والجميع يعرف أن في هذا اليوم هو خاص لداود يحتجب عن الناس. وهو في بيته إذ به يرى أمامه رجلين قد تسورا عليه المحراب، فزع منهم، طبيعي، خوف طبيعي، هذا ردة فعل طبيعية. قالوا لا تخف، احنا ما جئنا لأمر سوء، إنما أتينا ما فينا صبر حتى يأتي يوم القضاء ويوم الخصومات، عندنا قضية مستعجلة. كما قال الله تبارك وتعالى: خصمان بغى بعضنا على بعض، بين مشكلة وخصومة، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. شو القصة؟ قال أحدهم: قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، يعني قال لي أنت الآن، أنا عندي 99 وأنت عندك واحدة، إيش تسوي فيها الوحدة هذه؟ أعطني إياها، بعني إياها، يعني أنا بستفيد وأنت ما راح تخسر. قال: فقال أكفلنيها، أي بعنيها، وعزني في الخطاب، يعني غلبني، حاولت أتهرب منه ما قدرت. بعض الناس هكذا سبحان الله، يعني إذا بغى منك شيء يأخذ منك يأخذه، وهذا أمر ترى ما هو مستحسن، يعني ليس بحسن على طول الخط، لأنه نهينا أن نأخذ الناس بسيف الحياء، لأن الناس قد تأخذها بسيف الحياء، وهذا ما يجوز.
أن تأخذ أموال الناس إلا عن طيب خاطر وطيب نفس منهم، فإياك وهذا الفعل. لكن في بعض الأمور نعم، يعني قد الإنسان من باب يعني زات الكلفة كما نقول ميانة، ربما شوية يشدد عليه في الكلام فيأخذ من الذي يريد عن طيب نفس وليس بسيف الحياة. فهذا الرجل كأنه كان كذلك، كأنه صاحب حجة، وكلما فتح له باب يترب سكر على الباب، حتى آخر شيء اقتنع ورضخ وباعه هذه النعجة فضمها إلى نعاجه فأصبحت 100. فقال له داود: الآن الذي تكلم من؟ لتكلم صاحب النعجة الواحد اللي باعها، الثاني ما تكلم ولم يستمع له داود عليه السلام. فقال مباشرة بعد أن سمع كلام الأول: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي. حكم داود عليه السلام مباشرة، وكان المفترض به صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتظر، كما قال شريك القاضي ومعروف، أو شريح القاضي وليس شريك، شريح القاضي وهو معروف عليه رحمة الله، أحد التابعين الكبار القضاة المشاهير. جاءه رجل وقد فقعت عينه، واشتكى رجلا آخر، فقال فأمر حرسه أن يأتوا بالرجل الآخر المشتكى في حقه ليسمع منه. فقال جلساء شريح القاضي، قالوا: ما حاجتك؟ البينة واضحة، بعد ليش بتنادي الثاني تسع منه؟ الرجال مبطوطة عينه قدامك. قال: وما يدرين لعل الآخر قد فقعت عيناه، هذه واحدة ذاك ثنتين يمكن أسمع منه وراء البينة. فهذا الواجب بالقاضي، وأحكام القضاة طويلة، ما يحكم بالظاهر يعني صد مباشرة، لابد أن يستمع الطرفين. فهنا داود عليه الصلاة والسلام لأمر أو لآخر، المهم صلوات الله وسلامه عليه، قال مباشرة ولم يستمع للطرف الآخر صاحب 100 النعجة، فحكم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وقبل أن أكمل ما جرى لداود عليه الصلاة والسلام وعتاب الله تبارك وتعالى له، هناك قصة مشهورة مبثوثة في كتب التفاسير والتاريخ، وهذا مما أخذ عن بني إسرائيل، يعني هناك بعض القصص الإسرائيليات باطلة ولكنها تسللت إلى كتب تاريخنا وبعض تفاسيرنا عن طريق بعض الرواة. هذه القصة المشهورة في سبب نزول هذه الآية، أن داود عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان مشرفا من قصره، أشرف من قصره، فنظر إلى امرأة عارية تغتسل، امرأة جميلة فأعجبته، فسأل عنها، فقيل لها إنها متزوجة من رجل اسمه أوريا. فأراد داود أن يصل إليها ولكنه لا سبيل لها، متزوجة، فماذا فعل؟ كما تقول هذه القصة المكذوبة، أنه أرسل جيشا وأمر أوريا أن يكون في هذا الجيش، وأمر القادة أن يجعل أوريا في الصف الأول كي يقتل، فعندما قتل تزوج من زوجته. فأرسل الله عز وجل له ملكين ليبين له الخطأ الذي وقع فيه، لأن داود كانت عنده 99 امرأة، فجعل الله عز وجل هذه الخصومة تحاكي الحادثة التي وقعت من داود. كيف أنت يا داود الآن عندك، طبعا حسب هذه الرواية المكذوبة، عندك 99 مرأة تطمع في امرأة أوريا، ثم كنت سببا في قتله حتى تضم هذه المرأة إلى نسائك، وأنت الآن ستحكم بين هذين الرجلين الذي أحدهما كانت عنده 99 نعجة ثم طمع في نعجة أخيه فضمها إليه. فعندما قضى داود بين هذه القضية تذكر ما صنعه بذلك الرجل أوريا، أنه ضم زوجته بهذه الطريقة، ثم استغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهذه القصة قصة باطلة لا تليق بمقام النبوة، باطلة لا شك،
هذه من رواية بني إسرائيل. والقاعدة عندنا كما قرر ذلك العلماء أن ما روي عن بني إسرائيل فإننا ثلاث أقسام: ما كان موافقا لشرعنا قبلناه لشرعنا، ما كان مخالفا لشرعنا رددناه، ما لم يكن موافقا ولا مخالفا قبلنا أو رويناه، لا أقول قبلنا، روينا على سبيل الرواية كما قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن هذه القصة باطلة. إذن ما سبب نزولها؟ على ظاهر القرآن الكريم كما نقرأها الآن: رجلان دخل تسور عليه المحرام في يوم احتجابه عن الناس، وكانت بينهما خصومة، ثم كل منهما ذكر يعني ذكر الذي باع نعجته للآخر، ذكر له هذا الأمر، فكان من داود أنه عليه الصلاة والسلام مباشرة أطلق الحكم وقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي. والأقرب والله أعلم أن هذين الرجلين كانا ملكين، يعني ملكان متمثلان في صورة بشر، وهذا اختبار من الله عز وجل. فبمجرد أن قال داود عليه الصلاة والسلام هذا الحكم: لقد ظلمك بسؤال نعجتك لنعاجي، اختفى هذان الرجلان، فعلم داود عليه الصلاة والسلام أن هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى، فتاب إلى الله سبحانه وتعالى وخر راكعا وأناب، لأنه علم أنه تسرع في هذا الحكم ولم يستمع للرجل الآخر. قال الله تبارك وتعالى حتى نكمل الآيات: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء. الخلطاء يعني الشركاء، وهذه الآية تعد من الأدلة والأصول التي يذكرها الفقهاء في باب الشركات. فقال سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء، أي الشركاء، ليبغي بعضهم على بعض. وهذا واقع، واقع، كثير من الشراكات انتهت بالمآسي. كم من العلاقات قد قطعت بين إخوة، وكم من أواصر المحبة والعلاقات الحميمية التي كانت بين أصحاب، كما نقول نحن بالعامية، أصدقاء دنيا وربع دنيا، ثم عندما دخل المال بينهم تقطعت هذه الأواصر. لذلك كثير من الناس يبتعد عن الشراكة حتى لا يخسر أحد، ولو اضطر لها اضطرارا فإنه يدخلها بقدر، حتى لأن المال عديل الروح كما يقال، وكما قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما. فالنفوس تتغير عندما يدخل المال بينهم، وهذا يؤيده القرآن الكريم. قال: وإن كثيرا، الأكثر، مو معناته ما في شركاء، لا، في شركاء عشرات السنين وهم في شراكة، وكما نقول سمن على عسل، والأمور طيبة بينهم، لكن الغالب الشراكات تنتهي بمشاكل. وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. شو القرآن يقول لك؟ وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه، عندما اختفى هذان الرجلان علم داود أنها اختبار من الله عز وجل وابتلاء، وعلم أنه تسرع في إطلاق هذا الحكم قبل أن يستمع الطرف الآخر. قال سبحانه وتعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، سجد لله تبارك وتعالى. وهذه السجدة سجدة صاد، هذه مختلف فيها عند أهل العلم، هل هي من عزائم السجود، سجود التلاوة يعني، أو ليست من عزائم السجود؟ لأن لو قرأت الآية ليس فيها أمر من الله عز وجل بالسجود، كقوله سبحانه وتعالى: فاسجد واقترب يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا في خواتيم الحج، وغيرها من الآيات التي فيها سجدة تجد أنها إيش؟ في أمر بالسجود. لكن هنا ليس هناك أمر، الكلام عن داود عليه السلام. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وهو عليه الصلاة والسلام تاب إلى الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في صاد، في سورة صاد، وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. فنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونسجدها شكرا لله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، سجود التلاوة كما تعلمون أنه مستحب، يعني من شاء أن يسجد عند قراءتها فليسجد، ومن لم يشأ لا يسجد، ما عليه حرج. يعني مسألة محل استحباب وليس يعني محل وجوب. فهذا الذي وقع له عليه الصلاة والسلام. وقعت أيضا له حادثة ولكنها لها ارتباط بقصة سليمان، لذلك سأرجئها عندما نتكلم عن قصة سليمان في درس الغد إن شاء الله تعالى. جاءته الوفاة عليه الصلاة والسلام بعد أن قضى هذه الحياة الطويلة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتبليغ أحكامه سبحانه وتعالى وهداية الخلق. كان عمره 60 سنة، ثم أمده الله عز وجل 40 سنة أخرى، وهذه 40 أنقصت من عمر آدم، لأن آدم كما في الصحيح عندما خلقه الله عز وجل وأخرج له ذريته كأمثال الذر، فرأى آدم عليه السلام ذريته فأعجبه أحدهم، له نور أعجبه، فقال: من هذا يا ربي؟ قال: هذا ابنك داود. هذا حديث ثابت. فسأل آدم عليه السلام عن عمره، فقال له: 60 سنة، عمره سيكون 60 سنة. فقال آدم عليه السلام: أمده يا ربي من عمري 40 سنة، فأكمل له 100. وفعلا استجاب الله عز وجل وأمد داود عليه السلام 40 سنة، فتم له 100 سنة. فعندما جاءت الملائكة لقبض روح آدم عليه السلام، وكما قلنا ذلك في دروس ماضية أن من خصائص الأنبياء عليهم السلام أنهم عند قبض أرواحهم يخيرون بين البقاء وبين القبض، فكان آدم عليه السلام يعلم متى أجله، فأتاه يعني الملائكة لقبض روحه، فقال: بقي من أجل 40 سنة. فقالوا: أنت أعطيتها لابنك داود عليه السلام. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: فنسي آدم فنسيت أمته، وجحد آدم فجحدت أمته. فتوفي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني له يعني كما قلنا فضائل عظيمة داود عليه السلام، وله أيضا كلمات من الحكم التي كان يعني يقولها، منها قوله كما ذكر ذلك الحافظ ابن عساكر، يعني له ملح وله حكم لداود عليه السلام، منها قوله: كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. وكذلك له كلمة أخرى قال: مثل الخطيب الأحمق في نادي القوم كمثل المغني عند رأس الميت. وكذلك قال: ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، إلى غير ذلك حقيقة من الحكم التي والملح التي ذكرها العلماء من كلام داود عليه الصلاة والسلام. ونلتقي إن شاء الله تعالى في درس الغد لنكمل وإياكم أو لنتناول وإياكم قصة سليمان بن داود عليهما السلام. إلى ذلكم الحين، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.